أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الأحد 21 مارس 2021. صلابة الشخصية وقوة الإرادة من أهم ما يمتاز به مواليد برج الثور، فهم يمتلكون سرعة البديهة ومتحمسون لأعمالهم مهما كانت صعبة ومرهقة. عاطفيا، قد تكون من أشد الأشخاص غيرة على الحبيب، وقد يكون ذلك سببا للكثير من المشكلات بينكما، فحاول أن تخفف هذه المشاعر حتى لا تصطدم بردة فعل من الحبيب تسيء إليك وقت تولد بينكما المشكلات وتزيدها. انتظر نتيجة السعي الذي بذلته فيه مجهود في الفترة الماضية، فالمال والثروة سيزدادان بشكل ملحوظ وستتضاعف مكاسبك. فقد ابتعد عن الشخص الحاقد وتجنب نظراته الحاسدة. مهنيا، كونك شخصا موثوق فيه من جميع المحيطين بك يجعلك محاوط بأنظار أشخاص يكنون لك الضغائن والأحقاد، لذا يجب أن تكون حذرا وأن تبتعد قدر الإمكان عن الحاقدين عليك حتى تتجنب شرهم. صحيا، أنت في هذه الفترة على استعداد لخوض المغامرات الرياضية مثل ممارسة اليوجا والخروج في رحلة سفاري للاستجمام واستعادة طاقتك الذهنية وراحتك النفسية.